كلمة عطر أصلي وسعر أصلي أثارت كثير من الجدل وعملت زوبعة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً في السعودية، لكن ما المؤشر على كون أي عطر أصلي؟ وكيف نعرف إذا كان سعره عادي ولا مبالغ فيه أو لا يستحقه؟ وما مدى إمكانية تقليد العطور بدقة كبيرة؟ وكيف نحافظ على العطور ومدى صلاحيتها؟ والأهم، ما هي أغرب العطور في العالم؟ كل هذا وأكثر في فقرتنا الآن مع عراب العطور. شوف العطر ده تمام ولا في كي؟ في كي؟ في كي تتقل، في كي الكتمان، في كي، في طي الكتمان. يا خبر اسود، تمام ولا في طي الكتمان؟ يومكم جميل. من اجمل الاسئله، عيون ايه طاع. يومكم جميل بيسالني عطور وكلاء النيابه. لا اتلخبطت في الاول، مره اتنين تلاته فجاه تلاقيه في الاستديو. رحب بخبير العطور ياسر الحويطي. يسعد صباحك ياسر. وصباحك. يعني صراحة سايرة حرب وكلام كثير عن موضوع العطور، وإنه هذا نسخة تبقى الأصل. إيش الفرق ما بين نسخة تبقى الأصل من العطر وهذا العطر مستوحى؟ أي منهما قد ينتهك الملكية الفكرية؟ المستوحى. ولكن الصراحة إنه ما فيش انتهاك ملكية، لأن السورس أو المصدر اللي بيعمل العطور الأصلية هو نفسه اللي بيسرب الزيوت عشان الناس تشتريها. يا سلام. وإلا عشان كده ما حدش قدم بلاغات من الشركات الكبيرة أو عمل أي إجراء ضد الموضوع ده. طيب يعني عشان كده بنشوف إنه في السوق موجود، فيه يقولك نفس العطر الفلاني اللي سعره كده إحنا، لكن بنعمله. عمر ما يوصل لمية في المية، يبقى قريب منه. طيب يعني كيف بيقدروا يجيبوا تركيبة العطر؟ يعني ما بيجيبوش حاجة، هي بتيجي جاهزة. الشركة نفسها اللي عملت العطر الفلاني للشركة الفلانية هي نفسها بتدي الخلطة مع فرق بسيط عشان ما يبقاش حقوق الملكية زي ما انت تفضلت في الأول. والله انت فاجأتني صراحة، طلع الموضوع أبسط مما أتخيل. لا لا لا. يعني يمكن أي حد يقدر يجيب الخلطة دي كده بيبيعوا أكتر، وكده في مستهلك أكتر. بدل ما كان العطور حكر على الطبقة المخملية بالزبط. أسعارها غالية، أصبح عندك أنت عندك أكتر من 70% من العالم الطبقة المتوسطة وما دون ذلك. هم اللي يقدروا ياخدوا العطور بسعر أقل من الأوريجينال برايس. طيب يعني هذا الصراحة موضوع مهم. طيب إذا خلينا نتكلم عن العطور وعن الهوية والبصمة الخاصة، يمكن أكثر شيء الناس يبحثوا عنه، أبغى شيء مميز، أبغى شيء نادر. ما هي أندر الروائح في العالم؟ الموضوع ده خد شقين، خد الشق الإيجابي اللي فيه ناس بقت تعمل عطور بشكل جيد مميز، لأنه كان زمان العطور متعرف عليها فجير وتشبر اللي هو الكولونيا. أيوة. والزهور بس. أيوة. صحيح. فالموضوع دخلنا في مرحلة فيها قريبة من السادستك، يعني في ناس تحب عطور بريحة الدم، يا ساتر بريحة البنزين، يا ساتر بريحة الصدأ. أنا اللي أعرفه أنه يعني في ناس بدأوا مثلا يقولك أنا أحب ريحة الجلد، صح؟ الجلديات تستهوي البعض ريحة الجلود. الجلد ريحة جميلة، جميلة. هي نقطة صناعية وليست طبيعية ومستحدثة، ولكن جميل. الجلد بتاع السيارات في الوكالات جميل، الواحد بيحبه. ولكن بقى في غير المألوف، والشركات أصبحت تلبي ده وتعمله عشان تبيع أكتر. طيب خلينا نتكلم عن أمثلة عن غير المألوف. ذكرت الدم. عطر بريحة الدم يسووا تركيبة يعني بالدم. في عندك أجهزة حاليا موجودة بتاخد اللي موجود في الجو تشيله وتطلعه تحلله بنوتات عطرية ويبتدي يعملوا عليه مركبات كيميائية. طيب وغيره من الأشياء الغريبة كتير، البنزين، الصدأ، الدم، الرمل، الكوكاكولا. شوف أنا أقول لك، البنزين والكيماويات دي والرمل والطين، هذه السيدة الحامل لما بتكون حامل بتشتهي شيء غريب، على الحاجات دي كلها. فجأة تحب ريحة الديتول فجأة. زي كده، ولكن في حالات يعني مش طول العمر. عشان كده العطور دي للاقتناء وليست للارتداء. يعني واحد كوليكتور يهوى ريحة الصدأ،
نعم. هي ريحة سخيفة بس يبقى عنده، لكن ما ينفعش أن يرتد العطر ويطلع بيه يحضر بيه اجتماعات أو يروح يزور بيه حد في مستشفى بريحة صادق أو دم أو إلى آخره. طيب خلينا نتكلم عن بعض التركيبات اللي أنت عاملها وجايبها معاك، إيش حتورينا؟ لا أنا مش عامل تركيبات، أنا حشممك حاجة بسيطة جدا. إيش اسمه هذا العطر الآن؟ ده من كلاج، مش عايزين نقول اسم البراند. طيب بس انت قولي لي شميتي ايه هنا؟ طيب خليني اشم. وقولي لي بس انا مش هقول. لا هذا ريحه بهارات في المطبخ. احسنتي، والكمون غالب عليه اكتر حاجه. مظبوط، الحمد لله. هو انا حالبس كمون ليه يا ياسر؟ طيب نشوف اللي غيره. طيب بس قوي قلبي كنت بتشميه. لا ماني، لا هذا ايه، لا لا بنج، هذا ريحة بنج، ريحة الصبأ والدم. ايوه بقول لك. لا لا انا كنت متحمس على الفخر، قلت اشم روائح. لا هنا الروائح الجميلة، الجميلة موجودة هنا. بس معقولة في احد ممكن يشتهي هذه الرائحة؟ فيه. ايوه والله صبأ ودم. يا طيب خلينا اشم كده. هنا بدي حاجة كوميدية جدا، فاني جدا. هو صح، ده بوب كورن وورق وفلوس وبلاستيك. فلوس، ريحة الفلوس والبوب كورن والورق والبلاستيك، يعني بدل ما تروحي السينما ترشي من العطر ده خلاص انت شفت الفيلم. او ريحة العيد. ريحة العيد كده، حلويات العيد والعيديات وبوب. انا هذا عجبني، عجبني جدا ده البوب كورن. ده من اندر العطور في العالم، 186 قطعة بس. أوف. لا ولن يعاد تصنيعه. ده براند انكا كوش، من براند أسترالي، أندي نيش مانيوال. بتغلب على العطر رائحة الكبريت أو الكبريت. مظبوط، رائحة الكبريت بس ما تعتبر سيئة. ده جميل. لا ده عطر للارتداء، ده عطر حلو. الواحد يرتدي ده جميل. ده فيه 73 أو 74 مكون عطري. 73 مكون. أيوة، عشان كده 186 قطعة. دي القطعة رقم 177 اللي معي. حقيقة أنا عجبني جدا، يعني اللي يبغى ريحة غريبة ومميزة الكبريت. هو ده الكبريت، يعني صراحة روائح غريبة ورائعة. خرجي بقى عشان تنظفي كل التلوث اللي حصل. هو ده كيف أقدر أحصل إني أغير الريحة؟ هو ده هيعدل لك المزاج، هيعدل المزاج. لطيف، جرلين. نعم هذا جميل جدا. نعم. طيب كيف أقدر أحافظ على ريحة العطر فواحة مدة طويلة؟ لمدة طويلة أول حاجة النظافة الشخصية، للناس بتاخدش بالها، ولازم يكون جسمك رطب، شاور. والجسم رطب، ونحط اول اوفر سبراي تحت التيشيرت عشان لو بنعرق ما تطلعش ريحه العرق، يمتصها الاول اوفر سبراي والديودرم. ويا سلام لو حطينا لوشن اذا كانت بنت. يعني صح انه اللوشن بيمسك ريحه العطر؟ لا ملوش علاقه، ملوش علاقه، لان في ناس بيخلطوا العطر مع اللوشن. لا حتى يثبت. وبعد كده يرش على الملابس من اول الدراع لاخره. ويرش على الرقبه وعلى الجلد. حلو. وانا عامل فيديوهات ازاي الواحد يبقى فواحة متحرك. والله جميل ده. طيب بالنسبة للتسعير، ليش بعض العطور تصل أسعارها لمبالغ فلكية والبعض الآخر لا؟ إيش السبب؟ هل ندرة المنتج اللي حاطينه أو ندرة الرائحة اللي حاطينها أو يتعلق بماذا؟ لا ماركتينج كله، اسم براند، يعني بنقول شانيل أو ديور ده اسم. هذا تشتري بتشتري البراند شانيل 1400 درهم، نفس السائل اللي في اي عطر رخيص. هو في شنو حاجه رخيص لو حطيناه هنا في شانيل هيبقى ب 1400 درهم. ولو شلنا اللي في شانيل ده حطيناه في براند انون مش معروف هيبقى ب 100 درهم. هل هذا اغلى عطر الان في هذا الكليكشن؟ لا اغلى، لا في هنا اغلى بكتير. ايش الاغلى منه؟ في شانيل، في اللي هو ده الحصري، في عطور اغلى بس انا ما جبتهاش طبعا. ده بحوالي 2000 درهم. شانيل ب 1400، ولكن عامة عطور النيش هنا من حوالي 700 درهم ل 1000 وكسور، كريد ب 1500 وهكذا. طب بالنسبة للجودة، يعني كيف أعرف إنه هذا العطر جودته أحسن من غيره ورائحته تفضل لوقت طويل؟ لأنه الناس اللي عارف إنه في شيء بيتخلط بكحول أو شيء ويقول لك نسبة العطر فيه والعطر الزيتي، هذه التفاصيل كلها. هو كل العطور بتتخلط بالكحول. مظبوط. في الأدهان اللي هي أدهان اللي هي الزيوت. الزيوت بالفعل. الكواليتي، الشركات المحترمة معروف الكواليتي بتاعها، فالشخص اللي ما يعرفش بيعتمد على الشركة. زي مثلا نقول مرسيدس، عمري ما هجيب سيارة مرسيدس وتطلع صيني. هو مرسيدس، بي ام، بنتلي. فنفس الشيء في شركات العطور، المتمرس في العطور
يبقى عنده أنف يميز بيها درجات النقاء من غير بالزبط. ما تقولي له الشركة دي منين وإزاي. مجرد ما بيشم العطر بيعرف قد إيه هو نقي. حتى في الشركات الكبيرة درجات النقاء تتفاوت من شركة إلى التانية ومن عطر إلى التاني ومن مكون إلى التاني. حضرتك إيش عطرك المفضل هنا اللي تنصح فيه؟ عطر للرجل وعطر للمرأة؟ أنا عديت موضوع العطر المفضل ده من كتر العطور اللي عندي، ولكن فيه بقى ممكن يبقى السؤال إيه؟ إيه النوتات المفضلة؟ أنا أحب الفريش والسترس، يعني زي اللي انت شميتيه ده نيرولي حلو. حاجة مبهجة. أنا بحس إنه ريحة الطبيعة الشجر البرتقان شجر الليمون، فما ما عنديش مشكلة معه. العطور التقيلة الرسمية ليها مناسبات، العود والعنبر والفانيلا وفي الشتاء هي حلوة، لكن أنا لما تقولي لي المفضل يعني اللي هو في أي وقت حتعدي العطر على أنفي أنا هحس بانتعاش وابتهاج اللي هو الفرش. الفرش دائما الفرش يفوز حتى أنا صراحة عطور جميلة وفاجأتني بهذه العطور الغريبة جدا. نعم. أشكرك جدا أستاذ ياسر، شكرا لوجودك معنا.